فإذا مثل ما قلنا بدنا نيجي نشوف نحن هلأ كيف رح نستعمل كيف رح نستعمل ديتور من هون تو هالقصص لحتى نجيب الانفرس للاي. نرجع نذكركم من هن الكوفاكتورز. الكوفاكتور سي اي جي هي ماينس 1 تو ذا باور اي بلس جي للام اي جي، والام اي جي هو الماينر اللي هو ديتيرمنت للماتريكس اللي اوبتين باي ديليتينج ذا اي ثرو اند ذا جي كولوم اوف اي. قلنا الماتريكس حيكون عندي شيء اسمه الماتريكس اوف كوفاكتورز اللي حسميها كوفاكتور للاي، هي عباره عن مين؟ عن سي 1 1 سي 1 2 سي 1 ان سي 2 1 سي 2 2. مع انه هودي هن ارقام رح اجي اعبيهم هون، حيجي اسمي هيدي الماتريكس مين؟ كوفاكتور للاي. لما هيدي الماتريكس بجيب لها الترانسبوز، فاذا الترانسبوز الكوفاكتور للاي حسميها الادجوينت اوف اي، ونسميها هيك ادجوينت اي. فاذا الادجوينت للاي هي الترانسبوز لهي، فاذا شو رح يعطيني سي 1 1 سي 2 1 لحد سي ان 1، وهيدا تاني رو شو حيصير معي او تاني كولوم حيصير معي تاني رو، واخر كولوم حيصير معي اخر رو. شو بيقول لي هون؟ بيقول لي الانفرس للA إذا كانت الA هي n by n matrix أوكي وهي invertible على شرط، then الانفرس للA هو مين؟ 1 على determinant للA، الكوفاكتور للA transpose. فإذا في حال كانت الA كانت معيها invertible، الانفرس لإلا هو 1 على determinant، determinant هو رقم different than 0. الكوفاكتور للA هي matrix، شو بدنا نجيب لها transpose؟ وقلنا الكوفاكتور للA transpose هي شو رح نسميها؟ الادجوينت of A. كيف؟ يلا use the adjoint of A to find inverse للA. يلا حنيجي أول شي نجيب مين determinant للA؟ determinant للA جينا نقينا، نشتغل شوي بالأول نجمع بدل الرو 3 ححط الرو 3 plus رو 1 حيعطيني 0 3 0 عبيناه هون، بنقي اول رو حيعطيني ماينس 1 مضروبه ب 0 ماينس 3، يعني شو رح تعطيني بالاخير 3 ديفرنت ذان 0، معناتها الاي هي انفرتبل. لجيب الانفرس للاي بيقول لي انه الانفرس للاي هو شو؟ هو 1 على ديترمنت للاي كوفاكتور للاي ترانسبوز. ديترمنت هو 1 على 3، بفتح ماتريكس كبيره وشو بحط لها؟ بحط لها شيء اسمه ترانسبوز تي. اول وحده معي هي مين؟ هي C11. طيب شو بعمل انا؟ ابلش بحط بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس. هيدي اللي هون شو بعمل؟ بيجي على الاي الاساسيه، رح اشطب اول كولم واول رو، شو بضل معي ديترمنت؟ حيضل معي ديترمنت للماينس 2 1 0 ماينس 2، ليكو حطيتها هون. هيدي مع البلس شو حسميها؟ C11. اللي بدي احطه هون هي رح بشطب اول رو مع تاني كولم، شو رح يضل معي؟ 0 1 1 ماينس 2. هيدا مع الماينس شو حيصير معي؟ هو سي 1 2. اللي بدي حتى هون هو رح اشطب اول رو مع اخر كولم، حط بداله الديتيرمنت اللي بتضل معي هون، وهيك بعبيها كلها سوا. فاذا بدي افترض انا بدي احط هيدا اللي موجود هون، شو بعمل؟ بيجي بشطب تاني رو بتاني كولم، حيضل معي الماتريكس لمين؟ ل 2 ماينس 2، شو رح تعطيني؟ حتعطيني 0. بدي افترض لهي رح بشطب هيدي وبشطب هي، شو رح تعطيني؟ حتعطيني 3 بلس 4 يلي هي 7، وقدامها في بلس فاذا هي بلس 7. هيك بكون عبيت انا كل الماتريكس. وما بننسى بالاخير شو نعملها؟ نعملها ترانسبوز. لما بنعملها ترانسبوز هيدا اول رو حيصير معي اول كولم، تاني رو تاني كولم، والتالت هو التالت، وبدخل ال 1 اوفر 3 عليها كلها سوا، فحتعطيني هيدي الماتريكس. هيدي الماتريكس هي مين؟ هي الانفرس للاي.